السلام عليكم. بص يا باشمهندس، الحمد لله خلاص النجارة تمام واستلمناها بناء على الشرب بتاعنا كسباك، حطينا علامة الشرب والنجارة كلها، الأبواب كلها بقت شرب واحد. أدي باب واحد تاني، هات هناك كده يا عم أحمد، أدي باب التاني، وأدي الأبواب كلها بقت كلها هنا كمان. ده برضو بقى على كل الأبواب بقت على شرب واحد، ألا وهو كام الشرب حضرتك؟ الضرفة ستاندرد 2 متر و10. فبص كده احنا خدنا طبعا شير من زار خاطرها والليزر، ادي هنا متر و10، وادي هنا اهي المتر، متر و10 يعني تحت في متر كمان بقت 2 متر و10. برضه بص على البوقه ده يا باشمهندس احمد، بص دي البوقه اهي، وهنا بوقه، والبوقه هناك اهي، ده خيط اهو عشان هز كده خد عندك عم عمار. بص اهو الخيط جاي على البوقه، والحلوق كلها محضنه على الخيط بتاعك كده يا عم احمد، وادي الخيط بتاعك محضن على الحلوق كلها. الحلوق الدهن كلها برايمر اسود، بوتامين اسود، عشان خاطر ايه المونه ما تمجيش في الخشب، يتمتص هنا، ده يفقع منك ويظهر باثر رجعي بعد كده في النقاشه او اللوستر بتاعك او القصه دي كلها. نعم، الخيط فوق وتحت طبعا زي ما اللوستر عمار اهو. بص كده الخيط هناك يا عم احمد، الخيط كله اهوت فوق وتحت. لو جيت بصيت الناحيه دي برضو، بص برضو هنا كده اهو البقجة الخيط عليها، والباب يا دوبك جاي معاك بالشعرة، والشرب بتاعك هات هنا الشرب يا عم احمد، الشرب اهو المتر، طالع المتر، الشرب مديك متر و10 من على راس الحلق من فوق، يعني بيديك اتنين، لو متر لتحت يبقى مديك 2 متر و10. والصندو ايوه والصندو، بص اللي هم بتوع الفريز اللي جوه، تعالى بص النحالي كمان. بص كده حضرتك البقع اهي، طبعا شدنا الخيطان زي ما حضرتك شايف، طبعا الوسط عمار من احسن النجارين زي ما ابو مسلم شد الخيطان على البقع وعمل وتر فوق وتحت عشان يظبط الحلقه على البقع، عشان ما تلاقيش الحلق داخل والبقع خارجه وتعمل ايه شكل عليه، لا يبقى كله جاي معاك ستاندرد زي ما انت محتاج. هنا البقع جايه عاليه مش موضوعنا، احنا بنركب الحلق على الخيط عشان يبقى ماشي معاك ستاندرد حته واحده، وبرده لو قسنا الشرب علشان كله يبقى جاي ما يبقاش ماشي بالبركه، كله يبقى ماشي معاك ستاندرد. اهي بص متر و10 فوق يديك متر ومتر لتحت يديك 2 متر و10. بص برده الناحيه الثانيه هنا، برده هنا الشرب برده اهو، هنا مديك المتر و10 هات فوق يديك هنا كده المتر و10 ومتر تحت 2 متر و10، كلها ماشيه على الخيط طبعا وعلى البقل. بص كده على البلكونه الناحيه الثانيه، طبعا معاك باب الحمام برضه اهو، بص كله ماشي معاك 2 متر و10 فوق ومتر لتحت 2 متر و10، انت ماشي شغال ستاندرد مظبوط 100%. بص برضه نفس الموضوع، كل الحلوق مشدود عليها خيط، كل الحلوق مشدود عليها الخيط، باين معاك يا عم احمد؟ كل الحلوق مشدود عليها خيط على البقجه عشان الحلق يركب معاك بالظبط. كده احنا بنستلم بقى شغل النجاره بالظبط، والحلق زي ما احنا بنديها الحلق هنا، والحلق اهو دهناه برايمر اسود عشان خاطر المونه ما تجيش هنا تحط، والخشب هنا يمتصها تعمل تضرب لك النقاشه والديكور ده تعمله في الحلق الناحيه الثانيه هنا، ده منعا للرطوبه انها تعدي والميه معاك. برضه لو قسنا الشرب بتاعها هيديك المتر و10 برضه، الله ينور على الوسط عمار، الله اكبر. بص متر و10 اهو حضرتك، ومتر لتحت صافي يديك 2 متر و10. برضه الشبابيك اهي حضرتك على الاوضه المباني الجديد، برضه اهي البوجه اهي، شدنا خيط عليها من الاول للاخر وعملنا الشباك بتاعنا جه معانا ستاندرد بالظبط. ننزل نبص تحت كمان، الشبابيك كلها شرب واحد في الوسط عمار، الشبابيك كلها ماشيه ستاندر واحد وشرب واحد مره واحده. يعني بقى ارسم من تحت لما ننزل مره واحده طبعا، خلاص ارسم.